أعزائي المشاهدين اهلا بكم في يوم جديد وفي صباح جديد معانا في على قناه الوعد على يوتيوب بحب ارحب بكم جميعا واتمنى ان النهارده يكون يوم خاص وان هو بالفعل يكون يوم مليء بالبركه ان احنا نقدر نشارك فيه كلمه الله مع بعضنا النهارده قبل ما ابدا احب ارحب بجميع المشاهدين من كل مكان بيشاهدونا ارحب بكم ترحيب خاص في اسم المسيح واتمنى ان النهارده بالفعل يكون يوم خاص في حياه كل انسان فينا ان هو يوم بالفعل نقدر ان احنا نسمع فيه كلمه الله ونقدر ان احنا نسمح ونصلي ان الله يسكب بروحه القدس في قلوبنا وفي حياتنا النهارده علشان نقدر نتغير وننمو في معرفه المسيح ما تنسوش دايما تعملوا سبسكرايب للقناه بتاعتنا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك علشان توصل لكم كل شعارات الحلقات الجديدة وكل البرامج اللي بنقدمها على قناة اليوتيوب قبل ما ابدأ حابب اقف معاكم دقيقة واحدة ان احنا نصلي فيها غمض عينك غمضي عينك اسمح لربنا النهاردة ان هو يتدخل في حياتك وان النهاردة يكون يوم بالفعل يوم خاص في حضور الهي ويوم جديد مليء بالبركة خلينا نصلي إلهنا السماوي يا رب في هذا الصباح جايين جميعا يا رب بقلب واحد أمام عرشك طالبين منك يا رب إنك تدخل حياتنا تسمع صلواتنا يا رب إنك تيجي في قلب كل إنسان يا رب دلوقتي محتاج لك في كل في قلب حياة كل إنسان في فكر كل إنسان في كل بيت يا رب محتاج لك في هذه اللحظة قادر يا رب أن تحل بسلامك قادر يا رب إنك تدينا بركة جديدة ويوم جديد وتجعل النهارده يا رب يكون يوم مليء بالبركة يوم مليء بحضورك المجيد يا رب في حياتنا اسمع لصلواتنا يا رب في اسم يسوع المسيح نصليها جميعا ولك كل المجد والإكرام آمين. النهارده حابب أشارك معاكم موضوع مهم جدا يمكن كلنا في مرحلة من مراحل حياتنا ويمكن لحد دلوقتي أحيانا احنا بنسأل نفسنا ايه هو السؤال ده؟ ايه هو شروط الصلاة المستجابة؟ يمكن احيانا بعض مننا النهاردة بيفكر بيقول طب انا بصلي وربنا ما بيجاوبنيش او انا النهاردة بصلي كل يوم وربنا ما بيقوليش حاجة او انا النهاردة مش عارف اصلي او انا النهاردة افكر ازاي في الصلاة ويمكن اول ما ابدأ اصلي اول عشر ثواني وبعد كده فكري بيتشتت ملاحظناها كتير وبنلاحظها كتير في حياتنا احيانا في بدايه حياتنا الروحيه ونمونا الروحي حتى النهارده حتى لما بنوصل الى الى قامه معينه النهارده في الحياه الروحيه احيانا بيكون عندنا نفس المشكله ايه هي شروط الصلاه المستجابه النهارده لما بنفكر في الصلاه ايه هي الصلاه ايه اللي انا بقوله طب ما هو لو ربنا النهارده شايف كل حاجه وعارف كل حاجه وعارف حياتي وعارف قلبي ليه أنا وإنت وإنتي مطالبين إن إحنا نصلي لله بصورة دائمة وفي كل وقت ليه النهاردة لازم نقف عند السؤال ده ونسأل حياتنا هل بالفعل إحنا بنعمل الصواب أم الخطأ هل النهاردة أنا بصلي وربنا بيسمع لي وهل صلاتي اللي أنا بصليها بتكون صلاة صحيحة مقبولة أمام الله وهل في صلاة مقبولة وهل في صلاة غير مقبولة؟ هنشوف كل الكلام ده دلوقتي ونشوف الكتاب المقدس عايز يقولنا ايه. بس قبل ما ابدأ وادخل في الموضوع اكتر عايز اشارك معاكم قصة هي قصة حقيقية درستها في علم النفس لما كنت في سنة أولى في مادة الماجستير. ف كان في كتاب صغير فكنا بنقرا فيه عن بعض المشاكل الزوجية. لان لان كان من جزء عملي من دراسه الماجستير ان احنا نقرا عن بعض المشاكل الزوجيه ونقدر ان احنا نحاول نطبق ما يسمى بالبوزيتيف بال كوميونيكيشن او التواصل الايجابي بين الزوجين فقرأت القصه دي ووقفت عندها لفتره طويله جدا من الزمن ولحد دلوقتي يمكن القصه دي لعبت دور مهم جدا في حياتي مش بس ان انا افهم الحياة الزوجية الارضية ولكن انا افهم علاقتنا بيننا وبين الله القصة بتقول كالتالي ان بنت بنت شكلها كويس جدا حلوة عمرها 24 سنة كانت مخطوبة لولد أكبر منها بسنتين عمره 26 سنة وابتدوا هما الاثنين يخرجوا مع بعض ويطلعوا وكانت العيلتين مناسبين جدا ومبسوطين وكانت عائلات مستواها المادية مرتاح وكان يعتبر زي ما بنقول النهاردة العيلة موافقة وكل موافق وكانت شكلها قد تكون زيجة ناجحة في المنظور البشري مية في المية فيوم من الأيام كان الأب رايح الشغل فوقفته البنت قالت له بابي أنا مش عايزة الشخص ده خالص فقال لها ليه؟ قالت له أنا مش عايزاه قال طيب انا هروح الشغل وهديك شويه وقت انك تفكري وبعد ما ارجع من الشغل خلينا نقعد ونشوف ايه الاسباب انك مش عايزه شخص زي كده مرتاح ماديا تعليميا كل حاجه آه في كل الصفات الحلوه اللي قد تتمناها اي بنت فرجع الاب من الشغل ولقى بنته على نفس المنوال ان هي مش عايزاه فقال لها مش عايزاه ليه قالت له ما بيدينيش اهتمام بيتصل بيا وقت ما هو بيكون محتاج حاجة قالت له حتى لما أحيانا بكون موجودة معاه برة أحيانا بيكون عنده نظرات إلى بنات أخرى ومش لي أنا وابتدت البنت إن هي تدي للأب صفات عن شخص آه غريب جدا شخص للأسف الأب انصدم والأم انصدمت وكانت آه قرار الخطوبة في آخر المطاف ان الخطوبة انتهت فكانت القصة اللي انا قريتها بتدينا انطباع يمكن على العلاقة بيننا وبين البشر فكر معايا لدقيقة واحدة هل بنعمل نفس الحاجة مع ربنا؟ هل بتعملي نفس الحاجة مع ربنا؟ يمكن النهاردة بقول ان انا مسيحي بس فكري لا يليق بفكر المسيح يمكن النهاردة بقول ان انا بنظر الى صليب المسيح علشان اتمثل بيه ويمكن في نفس الوقت ببص دقيقة دقيقتين على صليب المسيح وساعتين ثلاثة ببص على العالم يمكن القصة النهاردة بتكلمنا عن العلاقة البشرية اللي موجودة بيننا وبين بعض كأزواج أو زوجات أو كعائلة وأشخاص وبشر اليوم ولكن بننسى أن أحيانا نفس تصرفنا مع بعض النهاردة كبشر هو نفس الصورة اللي إحنا أحيانا بنتصرف فيها أو بيها مع شخص الله. ودي من الأمور الخطيرة جدًا، إن النهاردة الصلاة اللي إحنا بنتكلم عليها أو شروط الصلاة المستجابة إن إحنا محتاجين إن الصلاة دي تتكون نتيجة علاقة. النهاردة ما أقدرش أقول إن الكتاب المقدس لا يتماشى مع الصلاة، بدون الصلاة كل شيء أنا بقرأه من الكتاب المقدس مش هيقدر يغيرني لأن أنا النهاردة يوم ما بقرأ الكتاب المقدس بسمح وبأمن بكل كلمة تقال في هذا الكتاب وعلى ذلك الشرط أنا حياتي بتكون متصلة بشخص المسيح بتكون متصلة بشخص المسيح آه ياما كتير جدا في الخارج قابلت أشخاص نقاد وأساتذة التاريخ وبيتكلموا بصوره جميله جدا عن تاريخ عن تاريخ الكتاب المقدس ويوم ما بساله اقول له انت من انهي كنيسه او من اي طائفه؟ بيرد يقول لي لا انا ملحد انا ما بامنش انا ما عنديش فكره انا بس الكتاب المقدس الا هو كتاب تاريخي موجود في حياتي العمليه لا اكثر ولا اقل ويمكن احيانا كتير جدا احنا بنقع في نفس الشرك بس للاسف الشديد ما بنفهمش ان احنا بنبص للكتاب المقدس بنبص لعلاقتنا بالله كعلاقه سطحيه ان احنا النهارده لازم نتعلم يوم ما ارفع ايديا لله ويوم ما اطلب لربنا او اطلب حاجه معينه في حياتي لازم اعرف الاول قد ايه انا على اتصال بالله قد ايه انا على اتصال بالله تخيل معايا النهارده لو انت ماشي في الشارع ووقفت واحد وقلت له مثلا عايز عايز 100 دولار أو خم أو 100 جنيه أو 1000 ليرة أو أو أي مبلغ سيما ما يكون هيقول لك ايه؟ أقول لك أديك أنا الفلوس على أساس ايه؟ أنا ما أعرفكش ولكن النهارده يوم ما توقف شخص تعرفه كأبوك مثلا تقول له يا بابي أنا عايز مثلا 100 100 دولار عايز 100 جنيه عايز 1000 جنيه عايز المبلغ المعين بيبدأ الأب شوية شوية إذا كان معاه بيديك أو إذا كان معاه جزء بيحاول إن هو يديك جزء منه بيقدر النهارده إن هو يتواصل معاك بصورة أو بأخرى لأنه بيهتم بيك لأنك أنت بتعرفه وهو بيعرفك فنفس القصة ونفس الأسلوب النهارده يمكن تشبهاتنا والأمثال الموجودة هي بس علاقة بشرية ولكن نفس الشيء النهارده بينطبق على حياتنا الروحية وحياتنا السماويه بيننا وبين الله. هل الصلاه النهارده اللي بنصليها لازم يكون ليها شروط؟ بالفعل، لازم يكون ليها شروط. هل الله النهارده بيسمع صلاتنا مباشره؟ بيسمع، ولكن في عوامل بتعتمد علينا احنا النهارده اذا كان الله يجاوب او لا يجاوب بصلاتنا. فأول حاجة عايز أشاركها معاكم هي كانت كلمات اللي قالها داود النبي في مزمور 66 من فضلكم افتحوا معايا الكتاب المقدس على مزمور 66 والأعداد 17 ل 20 داود النبي في مزمور 66 بيدينا أفضل وأجمل صورة اللي أنا وإنت نقدر نعيشها النهاردة في حياة الصلاة يعني داود لخص كل اللي أنا هقوله معاكم هنشاركه مع بعض النهاردة في الكلمات البسيطة من أعداد 17 ل 20 في مزمور 66 بيقول داود بيقول صرخت إليك بفمي وبتبجيل على لساني يعني بيقول له صرخت بفمي وتبجيل على لساني يعني خشوع تواضع حلو بعد كده بيتكلم بيقول إن رعيت أثما في قلبي لا يستمع إلي يعني اذا انا خبيت الشر والخطيه في حياتي موجوده في قلبي الله مش هيستمع الي ولكن قد سمع الله أصغى, اصغى الى صلواتي مبارك الله الذي لم يبعد صلاتي ولا رحمته ولا رحمته عليا يعني دي كانت كلمات داود بيقول صرخت اليك بفمي ان انا دلوقتي بكلمك بفمي ك على ضعفه البشري وبيقول ولكن بيقول بتبجيل لساني بلسان مقدس لسان مليء بالطهارة لسان مليء بالبركة لسان مليء بالخوف الإلهي لسان مليء بالخوف الإلهي وخلونا نحط تحت منها خمسين سطر كلمة الخوف الإلهي لما بنيجي نصلي وبيقول بعد كده داود إن رعيت أثمن في قلبي يعني النهاردة ما ينفعش إن أنا أقف أصلي قدام ربنا وأنا لسه هاين شخص أو صديق أو, أو 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 حياتي حياة غير مليئة بالقداسة وحياة مليئة بالكره وحياة مليئة بالبغضة تجاه الآخرين وحياة مليئة بالمسبات والكلام الغير مقدس أو الكلام على الآخرين لأن ما أقدرش حياتي تكون موجودة زي كده وأعيش الحياة دي وأقف قدام ربنا وأصلي وأقول اسمع صلاتي يا رب آمين. لا عمر ما الكتاب المقدس بيعلمنا حاجة زي كده لأن اليوم لما أنا أقف قدام إله الكون ورب الأرباب ومخلصي وفدية يسوع المسيح جزء من طبيعة الله هو إله قدوس فالقداسة هي من طبيعة الله فلما أنا آجي في محضر الله لازم حياتي وقلب النهاردة يكونوا مملوئين أو مقدسين أمام الله، أو حتى لو أنا إنسان خاطي وعلى استعداد إن أنا أقدم توبة، باجي برمي كل حملي وكل خطاياي عند رجلين ربنا. فعشان كده داود بيقول إن رعيت أثما في قلبي فلا يستمع إلي. لما أنا باجي النهارده وأصلي أنا باجي أرمي خطاياي النهارده تحت الصليب، تحت رجل الرب يسوع، بقول له يا رب أنا ضعيف. خد كل حاجة، ما أقدرش إن أنا أصلي وأقف قدام الله وأصلي وما زال النهارده أنا رافع قضية على أخويا أو رافع قضية على أختي أو بكره فلان قريبي أو بكره فلانة أو النهارده لسه الأفكار الشريرة اتجاه الآخرين موجودة في حياتي أو موجود الكره والضغينة والبغض موجودين قدام الآخرين ما أقدرش إن أنا أعمل حاجة زي كده وأقف أصلي من ربنا وأقول له اسمع واستجيب ما أقدرش إن أنا أعمل حاجة زي كده لأن داود قال إن رعيت أذى من في قلبي فلا فلا ايه فلا يسمع لي الرب يعني الله عمره ما هيسمع اذا احنا النهاردة جينا عنده وما قدرناش نطلع كل اللي في قلبنا ونغير حياتنا ونقول له زي ما داود قال قال له قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي قلبا نقيا ايه هو القلب النقي قلب غير مليء بالخطيه قلب جديد قلب بينبو قلب بيدي الإنسان قوة أنه هو يتحرك ويركض إلى الأمام هو ده النهاردة اللي داود بيكلمنا عليه بيقول إن إحنا لو حطينا الشر في قلوبنا عمر ما صلاة النهاردة هتكون مسموعة أو مقبولة أمام الله لأن هي بالفعل صلاة شريرة تخرج من شخص شرير فهل النهاردة من المهم جدا ان احنا نغير حياتنا علشان صلواتنا تكون مستجابة الجواب بالفعل نعم علشان ربنا النهاردة يقبل صلاتك يقبل صلاتك يسمع الا تضرعاتنا محتاجين ان احنا يكون في تغيير حقيقي في حياتنا النهاردة دلوقتي في اللحظة دي علشان ربنا يسمع صلاتنا ايه هي صلاة أو ايه هي الشروط اللي احنا او او الصفات اللي احنا لازم نعملها علشان الله يقبل صلاتنا ويغير حياتنا. في 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 فكره معينه لازم نعملها وفي نقط لازم النهارده علشان نكلم ربنا لازم نعيشها في حياتنا. حاجه مهمه جدا من ضمن الامور اللي احنا لازم نطبقها في حياتنا لما تكون او ان احنا النهارده محتاجين ان احنا نصلي لازم نصلي بإيمان. بدون الإيمان ما اقدرش إن أنا النهارده آجي لشخص الله وأطلب منه شيء، إذا أنا إذا أنت النهارده أو أنت لا تأمن بعمل الله في حياتك يبقى بالفعل صلاتك باطلة، صلاتك ليس ليها قيمة أمام الله. وعشان كده الكتاب بيقول <applause> بيقول في مرقص إصحاح 11 والعدد 24 بيقول: لذلك أقول لكم إفتح كتابك المقدس واقرا معايا الكلمات دي بيقول بيقول لذلك أقول لكم كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا فآمنوا أن تنالوا أن تنالوا بيقول فآمنوا أن تنالوا لو فيكم إيمان أو لو عندكم إيمان النهاردة بيقول لك كل حاجة أنت النهاردة عايزها لازم تؤمن بيها أنك يكون عندك إيمان فتنالوها لإن النهاردة بدون إيمان ما تقدرش ترضي الله. فكرك وحياتك كلها أنت تأمن بالإله الغير مرئي. أنت النهاردة تأمن إن الله يقدر يغير حياتك، يقدر يحل المشكلة اللي عندك، يقدر إن هو النهاردة يديك وظيفة أفضل من الوظيفة اللي أنت فقدتها، يقدر النهاردة يعوضك عن كل التعب والأمور السيئة اللي أنت مريتي بيها في حياتك، آمن. أن الله يستطيع أن يغير كل شيء والله يستطيع أن يغير كل شيء لأن بدون الإيمان ما نقدرش نرضى الله بدون الإيمان بدون أنك تثق في إله موجود يستطيع أن يغير كل شيء ما تقدرش تعمل حاجة عشان كده يعقوب لما كان بيتكلم في, في الإصحاح الأول وفي الأعداد السابع السادس والسابع بيقول إن كان أحد تعوزه الحكمة فليطلب من الله، لو الإنسان عايز حكمة يطلب من ربنا. ولكن يطلب بإيمان، يطلب بإيمان إنك لازم تأمن النهارده إن الله موجود ويقدر يغير حياتك. بيقول غير مرتاب البتة لإن المرتاب يشبه موجه من البحر تخبطه الريح وتدفعه فلا يظن ان الانسان ان ينال شيئا من عند الله، بيقول لك يعني يعني بكلمات بسيطه النهارده بيقول اذا انت ما طلبتش بدون ايمان فانت عامل زي ايه؟ زي الموجه اللي في البحر بتروح شمال ويمين وملهاش آه ملهاش ثوابت آه يمكن قرتوها كتير جدا على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي ان بيقول لك النهارده بنركب الطياره وما بنعرفش مين سايقها بنركب النهارده الباخره وما بنعرفش مين بيقودها الا تثق في الهنا السماوي في قياده حياتك وبالفعل النهارده في حياتنا اذا كان عندنا ثقه في البشر الارضيين اذا كان في الطياره او كان في الباخره فكم بالحري الله اللي بيقود دفه حياه الكون كله مش بس اجزاء او وسائل مواصلات صغيره جدا أول حاجة لازم نتعلمها إن صلاتنا تكون بالإيمان وليس إيمان فقط إيمان غير مرتاب البتة إيمان غير متزعزع علشان نقدر النهاردة إن احنا نيجي لشخص المسيح إن انا أثق أن المسيح النهاردة يقدر يغير حياتي أيوة هو يقدر يغير حياتك هو بالفعل يقدر يعوضك عن كل الأشياء اللي فقدتها عن كل الأمور السيئة اللي مريت فيها في حياتك أو في حياتك عن كل حاجة النهاردة أنا وأنت بنتعذب منها الله يقدر يغير كل حاجة إذا أتينا عند أقدام المسيح بكل ثبات. حاجة من ضمن الحاجات المهمة اللي احنا لازم نتعلمها في الصلاة المقبولة إن هي إن احنا نصلي من خلال الروح القدس. إن بالفعل إن احنا نملأ قلوبنا وحياتنا بالحضور الإلهي. الصلاة لكي تصل عرش الله يجب أن تحمل على أجنحة الإيمان بقلوب متحدة وهدف مقدس. علشان النهارده صلاتي تصل إلى الله لازم تحملها أجنحة الإيمان بدون أجنحة الإيمان عمر ما صلاتي النهارده هتوصل لله هتبقى صلاتي بس مجرد تكرر مثل الأمم زي ما الرب يسوع كان بيتكلم بيقول لا تكرروا صلاتكم كالأمم باطلة، أنا النهاردة بس بكرر كلام لأن أنا عايز أصلي علشان ربنا آه ده صلى تشيك ليست وخلاص وهي دي الصلاة. وللأسف للأسف الشديد كتير منا النهاردة بيعمل نفس الحاجة، بنفكر أن ربنا النهاردة ماسك تشيك ليست آه فلان صلى فلانة صلت قالت قرأت صفحة الصلاة أو أرى الكلام ده وده أكبر خطأ النهاردة يمكن بنقع فيه إحنا النهاردة. بالايمان وبنشوف قد ايه في سفر العبرانيين اصحاح في 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 سفر العبرانيين صح 11 قد ايه الكتاب المقدس بيكلمنا على اجمل صوره في حياه الايمان بالايمان بالايمان بالايمان, بالإيمان يكرر كلمه ان بدون الايمان ما اقدرش ارض الله بدون الإيمان ما أقدرش يكون لي علاقة حقيقية بدون الإيمان ما أقدرش آجي عند أقدام المسيح وأقول له يا رب غير حياتي أقول له يا رب اسمع صلاتي أقول له يا رب عايز أقدم صلواتي كبخور وذبيحة حية أمام عرشك اليوم لأن أحيانا كثيرة جدا صلواتنا بتكون مليئة بالتفاهات وأحيانا كتير جدا صلاتنا تخرج من قلب غير طاهر علشان كده النهارده من ضمن الامور المهمة ان هي صلاتنا تكون مليئة بالايمان. ومش حاجة ومش حاجة بس مش الايمان فقط اللي احنا بنتكلم عليه هي صلاتنا وحياتنا النهارده علشان صلاتنا تكون صلاة مستجابة لازم صلاتنا تكون مليئة بحياة القداسة. بحياة القداسة. تخيلوا معايا النهارده إذا أنا عندي بيت شيك جميل جدا آه في كل حاجه مرتب آه وبيت وبيت جميل جدا وشكله حلو وفي افضل السجاد والموكيت ويجي واحد مطرب وفيه طين ومتبهدل وكل وسخ وجاي يقعد آه عندي في الصالون او انسان كل شويه او كل وقت بحياته بي بي آه كلها مليئه او آه سوري آه انسان متبهدل بصوره اخرى زي ما بنقول يعني كل وساخه كل عفانه ما تقدرش تدخله بيتك هتقول له لا 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 وقف عندك شويه لازم النهارده انك تغير آه, لازم النهارده انك آه, تغير حياتك علشان تقدر انك تخش بيت او خلينا زي ما المثل اللي ضربه الرب يسوع لو النهارده عندك عرس فرح حلو هل هتقبل واحد هدومه مقطعه ورحته مش كويسه وكل حاجه ان هو يخش عندك العرس ولا هتقول له على الاقل روح نظف نفسك والبس ثياب جديده علشان تقدر تكون موجود معايا في العرس هكذا نفس الفكره كلها علشان الله يقبل صلاتنا ما اقدرش النهارده ان انا ما يكونش في قداسه موجوده في حياتي وده شيء مهم جدا واتوقع ان صلاتي النهارده هتتقبل من ضمن الشروط اللي الله يقبل فيها صلاتنا ان هو الانسان يعيش في حياه القداسه عشان كده كان بيتكلم بطرس الرس... يوحنا في رسالته الاولى وصححة الثالث والاعداد 21 ل 22 بيقول ايها الاحباء ان لم تلمنا قلوبنا فلنا ثقه من نحو الله ومهما سألنا ننال منه لأننا, لأننا نحفظ وصاياه ونعمل الأعمال المرضية أمامه يعني من ضمن الامور اللي تخلي الله يستجيب الى صلاتنا ان احنا ايه؟ ان احنا نحفظ وصايا الله ونعمل الامور الماضيه امامه، ان انا اعيش في حياه القداسه، وعشان كده داوود قال نفس الكلام اللي احنا قريناه في البدايه في مزمور 66 والعدد 18، قال ان رعيت اثما في قلبي لا يستمع الرب الي. يعني النهارده بدون حياة قداسه الله مش هيقدر ان هو يسمع صلاتي ما اقدرش النهارده ان انا اكون عايش في الشرور وعايش في الكره وعايش في حياه الخطيه وعايش في العالم وعايش في الماده واتوقع ان الله النهارده هيستجيب الى لان انا النهارده بخدم المال او بخدم العالم وليس بخدم الله كل شهوات قلبي ورا العالم وليس ورا الله أن النهاردة أن قلبي بيبص على الأمور الأرضية وليس الأمور السماوية فأصبحت أن القداسة في حياة النهاردة ممحية مش موجودة وهي دي المشكلة الكبيرة أن النهاردة عشان تتوقع من إله قدوس أن هو يجاوب صلاتك أو يسمع صلاتك النهاردة شيء مهم وضروري جدا ان احنا نبدا ان نعيش حياه القداسه. نبدا ان احنا نعيش حياه تليق بقداسه الله وبشخصيه الله. اعرفوا في مثل او هو هو شيء حقيقي عندنا في الوطن العربي أه وهي يمكن حاجه مضحكه شويه يقول لك الحرامي لما بيخش يسرق بيت بيقول يلا توكلنا عليك يا رب. او توكلنا على الله. فيمكن النهارده بنضحك من المقوله دي ان الحرامي داخل بيقول يلا توكلنا عليه لانه يعني بالفعل داخل النهارده يعمل شيء لا يليق كان هو داخل يسرق بيت داخل ياخد شيء مش ليه واحيانا احنا النهارده بنعمل نفس الحاجه ان احنا بنفكر ان احنا ما نعيش في حياه الخطيه وبنتوقع ان الله يكون موجود معانا وده لا وده مش هيكون موجود وليس في منظور وفي مصطلح الله الإلهي لما ربنا كان بيكلم موسى بيقول له خلي الشعب يتقدس لأنه اليوم همر في وسطكم وأصنع عجائب قال له خلي الشعب يتقدس شخصية الله وطبيعة الله هو إله قدوس فما أدرش النهاردة أن أنا أفصل قداسة الله ووضحها في حياتي الخير الغير المليئة بالشر وبالخطية وتوقع أن الله يجاوب حياة النهاردة علشان كده داود قال إن رعيت أثما في قلبي فإيه لا يستمع إلي الرب يعني النهاردة لازم أنت وإنت وكل إنسان بيشوفني النهاردة لازم نتعلم حاجة إن الله بالفعل لازم يجي في قلب نظيف لازم النهاردة ربنا يوم ما يجي ويسمع صلاتنا صلاتنا لازم تكون طلعة من قلب طاهر ومن قلب غير مليء بالنجاسة تخيلوا معايا النهاردة لو الإنسان مليء بالشر ومليء بالكره ومليء بالخطية وجاي يرفع ايديه لربنا تخيلوا عارفين ربنا هيقول ايه هيقول زي ما قال في سفر الأمثال والعدد 28 والعدد والإصحاح 28 والعدد 9 قال ايه قال من يحول أذنه عن سماع شريعته فصلاته أيضا مكروهة. أرجع أقراها مرة تانية بيقول من يحول أذنه عن سماع شريعته فصلاته أيضا مكروهة. يعني النهاردة يوم ما بنبعد عن كلام الله. يوم ما بنبعد عن وصايا الله. يوم ما بنبعد عن كلمة الله اللي هي تقدر تغيرنا تغير حياتنا. حتى النهاردة يوم ما بنصلي الله لا يسمع صلاتنا. لإن الإنسان النهارده يوم ما بيدي ودنه للعالم النهارده مش هنسمع كلام الله، هنسمع كلام العالم، علشان كده بيقول بيقول كاتب سفر الأمثال بيقول من يحول أذنه عن سماع شريعة الله فصلاته أيضاً مكروهة. يعني ما تقدرش النهارده إنك تعيش في حياة الخطية بدون وتتوقع ان الله يسمع صلاتك، ما تتوقعش النهارده ان انت بتكره بنتك او بنتك بتكرهك او ابنك بيكرهك او بنتك بتكرهك او في مشاكل موجوده او النهارده بتكره فلان او بتكره جارك او او او, أو في مشاكل قضائيه بينك وبين الاخرين وصراع موجود ما تتوقعش النهارده ان ربنا يسمع صلاتك لان النهارده احنا محتاجين ان احنا نغير حياتنا علشان الله يسمع لصلاتنا فبنقول حياة القداسة هو أو, أو هي واجب ضروري جدا من ضمن الأمور اللي الله وضحها كشروط إن الله يسمع صلاتنا إن إحنا قبل ما نصلي نعرف لمين إحنا بنصلي يكون عندنا ثقة في شخص الله لما إحنا بنصلي وتكون حياتنا مليئة بالبركة وبالقداسة الإلهية إن إحنا جايين عند أقدام المسيح النهاردة نفرغ كل شيء نفرغ كل شيء جايين نقع تحت رجليه زي الابن الضال لما وقع تحت رجل ابوه. وابوه عمل ايه؟ البسه الحله الجديده اداله توب جديد توب نظيف توب نظيف لانه بالفعل جه رمى تحت رجليه بوساخته بريحته القذره بكل شيء قال له لست مستحقا هذا واحد من ابنائك. الله النهارده قبل ما نروح نفكر ان احنا عايزين نصلي عايزين نرمي حياتنا الاول تحت رجلين المسيح عايزين نخلي المسيح يدينا الحلة الجديدة ينضف حياتنا النهاردة من كل خطية ومن كل عائق النهاردة بيمنع صلواتنا ان هي تصل الى حضن الاب وحاجة ده حاجة تانية مهمة جدا اللي احنا لازم نفكر فيها احتياجات الاخرين لما بنيجي نصلي يعرفوا الكتاب المقدس بيقول في 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 امثال في في امثال 21 وعدد 13 بيقول من يسد اذنه عن صراخ المسكين فهو ايضا يصرخ ولا يستجيب كلام كبير النهارده كلام كبير النهارده بسال شخص في مره من المرات بقول له مش عايز تدي ليه لاخوك كان محتاج يستلف منه فلوس ليه مش عايز تديه له قال لي انا تعبت وشقيت إيه دي فلوسي اديها له ليه بمناسبه ايه تخيلوا حتى مساعدتنا مع الآخرين النهاردة واستماعنا ومساعدتنا للآخرين بتفرق جدا جدا في صلاتنا مع الله علشان كده بيقول من يسد أذنه عن صراخ المسكين فهو أيضا يصرخ ولا يستجيب حتى النهاردة الإنسان الفقير اللي ما بنساعدهوش اللي بنتكبر اللي بنقص قلوبنا وما بنقدرش نساعده الله مش هيسمع لنا النهاردة الله مش هيسمع لنا النهاردة وبيكمل في سفر الأمثال صح 19 عاد السابع بيقول كاتب السفر بيقول من يرحم الفقير يقرضه الرب وعن معروف ويجازيه يعني أنت لما بترحم إنسان فقير النهاردة كأنك النهاردة بتسلف ربنا فلوس كأنك بتسلف ربنا فلوس عشان كده لما الرب يسوع كان بيتكلم بيقول ابعدوا عني يا مالعين الاثم لاني لا اعرفكم قالوا له امتى يا رب شفناك وما دناكش، امتى يا رب شفناك وما زرناكش؟ امتى يا رب شفناك احنا كنا بندور عليك بس مش لاقيينك؟ قال لهم كيفما فعلتم مع هؤلاء الاصاغر هكذا فعلتم بي انا. يعني قال لهم لو انتم النهارده سمعتوا للشحاتين للناس الفقراء الغلابه اللي كانوا موجودين كانكم النهارده عملتوا نفس الحاجه معايا علشان كده بيقول لهم في انجيل لوكا وصحاح السادس والعدد 38 قال لهم اعطوا تعطوا مش تعطوا وبعد كده تعطوا قال لهم لا اعطوا ادي انت الاول علشان تقدر تاخد اشعر بالانسان الفقير اشعر بالانسان المحتاج ده شرط من شروط ان الله يتجاوب مع صلاتنا وده شيء مهم جدا لازم النهارده نعرفه قد ايه انا بقصي قلبي وبشوف إنسان غيري واقع في مشكلة وما بساعدهوش لأني أنا قد أكون إنسان طماع كم واحد النهاردة بنشوف إنسان في احتياج ونقدر نساعده وبنوقف وبنقول لا أساعده على إيه دي فلوسي أنا دي حياتي أنا ده ملكي أنا لا مليش دعوة خليه يتعذب لا أنا تعبت في حياتي كتير خلي فلان يتعب في حياته كتير أنا مالي بيه أحيانا الحاجات دي كلها بتمر في حياتنا ولكن النهارده بيقول من يسد اذنه عن صراخ المسكين فهو ايضا يصرخ ولا يستجاب له يعني الله النهارده بيقول لو انت سديت ودانك عن صراخ المسكين عن الانسان الضعيف عن الانسان الغلبان الله هيعمل نفس الحاجه معك لانك انت لو عملت بهؤلاء الاصاغر كانك عملتها في شخص المسيح حتى دور مهم جدا في استجابة للصلاة بتاعتنا اللي هي الطلبة الحسنة قد إيه لما أنا النهاردة واقف بصلي إيه نوع الصلاة اللي أنا بصليها وأنا بصليها ليه بيقول يعقوب الرسول في رسالته في الصحاح الرابع والعدد الثالث بيقول الكلام ده ورسالة يعقوب جميلة جدا كلها أربع خمس إصحاحات نقدر نقراها في ما لا يقل عن عشر دقايق ولكن بالفعل فيها كلام كتير جدا يقدر يغير حياتنا إلى الأبد يقول في رسالة يعقوب صح الرابع والعدد التالي بيقول تطلب تطلبوا ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رضيا لكي تنفقوا على دلاتكم قريتوها معايا فتحت كتابك المقدس قريتها معايا ارجع اقراها في الكتاب المقدس بيقول تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رضيا لكي تنفقوا في ايه في الكنيسة مع جارك مع صاحبك مع قريب ليك مع إنسان مريض لا في لذاتكم وبنلاحظ كلمة لذاتكم إن يعقوب الرسول ما كانش بيتكلم عليها يقصد الشهوات الرضية أو الملذات الشنيعة ما كانش بيقصد الكلام ده يعقوب ولكن كان بيتكلم عن حياة الطبيعية لإرضاء الذات دون اعتبار لمجد الله أو الفوائد الروحية يعني ما كانش بيتكلم عن الشهوة أو أمور أرضية ولكن لا كان بيتكلم على الرغبة الطبيعية في إرضاء الذات بدون اعتبار أي فوائد روحية وأي علاقة إلى الله وبتكون النتيجة هي العيشة الصادقة مع العالم وهو يقود إلى الزنا الروحي وهو ده الكتاب المقدس كان بيكلمنا عليه وهو ده يعقوب كان بيتكلم وبيحذر كل القراء بيقول النهارده لما تيجي تطلب ما تطلبش راضيا علشان تنفق على نفسك ما تجيش تقف تصلي تقول يا رب انا عايز ليا وعايز ليا وعايز ليا ويا رب واعمل لي ويا رب فيا وبنفكر النهارده ويا رب جيب لي ويا رب انا عايز عربيه زي فلان ويا رب خلي يكون عندي قد كده في البنك يمكن النهارده بعض منكم بيضحك دلوقتي ولكن انا سمعت الصلوات دي كتير جدا من اشخاص موجودين وعرفهم انا النهارده بنصلي لانفسنا بنصلي لانفسنا بنقف نقول له يا رب اشكرك أه. يا رب ان انا مش زي فلان ومش زي فلان ومش زي فلان ومش زي فلان وبعمل وبعشر وبحط فلوسي وبعمل كل حاجه وبننسى احيانا ان احنا محتاجين نقف قدام الله ونصلي نقول له اللهم ارحمني انا الخاطئ بننسى كتير جدا في حياتنا ان احنا نقف بقلب مذلول امام الله ونقول له اللهم ارحمني انا الخاطئ فمن ضمن الأمور اللي الله النهاردة محتاج يشوفها في صلاتك أن احنا نصلي أو نطلب بطلبة الحسنة تعرفوا دور مهم جدا في طلبة صلواتنا أن هي أن احنا نصلي في توافق عائلي ويمكن دي النهاردة موضوع صعب شوية إزاي النهاردة صلاتي متعلقة بعيلتي إيه اللي دخل صلاتي بعيلتي إيه اللي دخل ده بده ايه اللي يخلي ربنا النهارده يسمع صلاتي وعيلتي مع بعض هل في النهارده في تواصل بين الاثنين خلونا نشوف شو... نشوف ايه الكتاب المقدس بيقول لنا بيقول في بطرس الرسول بيقول في رسالته الاولى وفي الاعداد وفي صح الثالث والعدد السابع روحها معايا ودلوقتي هتظهر الايه على على الشاشه عشان تقدروا تشوفوها ده الكلام اللي كان بيقوله بطرس الرسول واسمعوا الكلام كويس جداً ان قد ايه صلاتنا او استجابه استجابه لصلواتنا مهم جدا تعتمد على علاقتنا الاسريه او العلاقه العائليه اسمعوا بطرس الرسول بيقول ايه في الاصحاح الثالث والعدد السابع في رسالته الاولى بيقول كذلك ايها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنه مع الاناء النسائي لا كضعفاء معطيين إياهم الكرامة كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة لكي لا تعاق صلواتكم لكي لا تعاق صلواتكم تخيلوا معايا وقفوا عند الآية دي لثواني وابدعوا وبت... وبت... وفكروا فيها جدا إن بطرس الرسول النهاردة بيقول صلاتك مش هتوصل لو أنت بتضرب مراتك صلاتك مش هتوصل لو انت بتهين مراتك صلاتك مش هتوصل لو انت النهارده بتقلل من شأن زوجتك صلاتك النهارده مش هتوصل ومش هتكون مقبوله يوم ما انت مش عارف تعيش حياه المحبه الحقيقيه داخل بيتك ده كلام بطرس شو مش كلامي انا عشان كده بيقول كذلك ايها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنه مع الاناء النسائي يعني ايه عامله السيدات بصوره بصوره باحترام ك... ك... كايه؟ ك... لان هم دول اللي هيشاركوا معاكم ملكوت السماوات هو ده اللي هيكون معاك هي هي اللي هتكون معاك في ملكوت السماوات بيقول حتى لا تعاق صلواتكم يعني حتى الطريقه اللي احنا بنتعامل بيها مع زوجاتنا بتحدد اذا احنا النهارده صلاتنا هتكون مقبوله او لا ويمكن نفس الحاجه للسيدات عشان ما تفكروش بس ان انا ايه ان انا بقول للرجاله خليكم حلوين لا نفس الحاجه انا بكررها للسيدات صلاتك وصلاتك النهارده مش هتكون مقبوله الا لما نغير تعاملنا وحبتنا مع ازواجنا وزوجاتنا في البيت ما تقدرش تعيش المحبه خارج البيت اذا انت او انت فشلتي انك تعيشوها جوه البيت ده قانون اساسي مش هنقدر النهارده ان احنا نعيش حياه المحبه ونجربها خارج البيت اذا احنا مش عارفين نطبقها بينا وبين بعض فعلى فمن الدور المهم اللي بطرس بيقول لنا اللي بيعلمنا بيقول علشان صلواتنا لا تعاق لازم ان احنا النهارده ايه نكون في حياه قداسه مع زوجاتنا مع ازواجنا لازم يكون في محبه في شراكه عارف ان مراتي ان انا عايز مراتي تكون موجوده معايا في ملكوت السماوات عايز ان ابني وبنتي يكونوا يكونوا موجودين معايا في ملكوت السماوات علشان كده من المهم توافق العلاقات العائليه كجزء مهم جدا من استجابه صلواتنا وقلت مره تانية ده مش كلامي ده كلام بطرس الرسول ان النهارده علشان ما فيش حاجه تعيق صلواتنا لازم اتعلم ان انا اعيش المحبه الحقيقيه داخل بيتي داخل بيتي من ضمن الأمور اللي بتعوق صلاتنا حاجة تانية اللي هي الصفح والمغفرة أو حياة المغفرة مرة من المرات كنت بشتغل في مدرسة فكان فصل الدين الكتاب المقدس وابتديت أسأل الطلاب بقول كم واحد فيكم النهاردة اتخانق مع صديقه كان أولاد صغيرين في عمر عشرة ل عشر أربعة عشر سنة أه وقفوا قالوا لي أنا اتخانقت مع فلان وأنا اتخانقت مع فلان وأنا اتخانقت مع فلان قلت طيب كم واحد فيكم النهاردة على استعداد إن هو يروح يسلم على صاحبه ويقول له معلش أنا مسامحك وخلينا نبقى نبدأ صفحة جديدة هتكونوا طبعا انتم متخيلين صورة الأولاد لا 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 ولا يمكن ولا يمكن لا مش هقدر ان انا اروح لا هو اللي هو اللي ابتدى الاول هو خليه يجي يعتذر لي لا هي اللي ابتدت الاول خليني اعتذر خليها هي اللي تعتذر للاسف جذور المراره اللي موجوده في حياتنا بتوصل لحد قلوبنا وبتخلي صلواتنا تطلع على الله مريئه بالمراره وهو ده الواقع الحقيقي صلواتنا النهارده بتكون صلاه مره صلاه مره لان هي طالعه بالفعل بعدم المغفره طالعه بالفعل بالحقد طالعه بالشر بسمع كتير جدا عن اشخاص بيقفوا يصلوا ولكن في نفس الوقت بيكرهوا اخواتهم بيكرهوا بناتهم بيكرهوا اولادهم بيكرهوا زوجاتهم زوجات بتكره آه, بتكره حماتها بتكره قريبتها آه, اشخاص بيكرهوا بعض بيكره صديقه اللي موجود في العمل تخيلوا حياتنا النهارده لما بتكون مليئه بعدم المغفرة وعدم التسامح قد إيه الصورة بتكون موجودة لما بنيجي نقف نصلي قدام ربنا حتى النهاردة يمكن البعض ما بيكرر الصلاة الربانية بننسى أن بيقول واغفر لهم ذنوبهم كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا يعني النهاردة قبل ما أنا أسأل ربنا أنه هو يغفر للآخرين أبدأ أبص الحالي أنا الأول جوه قلبي هل أنا بغفر للآخرين ولا لا واغفر لنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين أو للمسيئين إلينا. يعني أنا وأنت النهارده مطالبين إن احنا نغفر. مطالبين إن احنا نغفر، مطالبين إن احنا نقف قدام ربنا. لأن الله بالفعل بيقول: حبوا بعضكم بعض، وإذا كانت المحبة مش موجودة، الله إزاي هيقف ويسمع صلاتنا؟ بالفعل صلاتنا بتكون مكروهة أمام الله لأن هي صلاة مملوءة بالكره مملوءة بالمرارة وعلشان كده لما كان بيتكلم الرب يسوع في إنجيل متى صح السادس والعدد 37 بيقول لا تدينوا فلا تدانوا لا تقضوا على أحد فلا يقضي عليكم إغفروا يخفر لكم إغفروا يغفر لكم يعني بدون ما انا اغفر الله مش هيغفر لخطايا يا انا وهي دي من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي بتعيق صلاتنا هي دي من ضمن الحاجات النهارده اللي بالفعل اللي بتبعدنا عن شخص الله هي دي من ضمن الحاجات اللي بتخلي قلوبنا مليانه بالمراره هي دي بال... من ضمن الحاجات النهارده اللي بتقف وللأسف بتعمل حاجز بيننا وبين الله لأن هي صلاة بتكون صلاة مليئة بالكره صلاة مليئة بالأمور الأرضية مفيش مشكلة يا يعني وبقف وبصلي وبكرر الصلاة الربانية وللأسف وجوايا أنا بكرر بدون معيش حياة المغفرة بدون مغفر للآخرين بقف بصلي بقول أبانا الذي وبكرر واغفر لهم كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا وبخلص صلاة من هنا وارفع سماعة التليفون واقول لا فلان ده شرير فلان ده فلان ده فيه وفيه وفي وفيها فلانة لا ومش هقدر اسامحهم. ما بتحصلش معاك معاكي في مرة من المرات ان انت او كلنا بنقف نصلي وبالفعل مش قادرين نغفر فلان او بقول لا مش هغفر فلان لا مش هسامح فلان لا هي اللي غلطت لازم تيجي تسامحني لا هو اللي غلط لازم يجي هو اللي يعتذر الاول وبننسى الكتاب المقدس بيقول اخفروا يغفر لكم اخفروا يخفر لكم عارفين حاجة مهمة جدا اللي احنا لازم نتعلمها في صلاتنا ان احنا نصلي بالاجاجة يعني ايه ان احنا نصلي بالاجاجة يعني احنا نصلي باستمرار عشان كده الرب يسوع بيقول صلوا بلا انقطاع ان احنا لازم نصلي النهاردة بلجاجة بالصبر لازم نصلي على طول لما جه الملاك كان بيصارع يعقوب يعقوب قال له ايه؟ قال له لن اتركك حتى تباركني. لانه كان يعقوب بيصارع مع الله في سورة ملاك قال له لن أتركك حتى تباركني كم مرة النهاردة إحنا بنصلي لأمور مشاكل عائلية مشاكل مادية مشاكل نفسية مشاكل جسدية نقف نصلي دقيقة وبتخلص الصلاة بنبص ما لقيناش حاجة بتتغير فينا بنقول خلاص ربنا ما بيحبنيش وربنا ما بيسمعش صلاتي ما بتحصلش معاك ما بتحصلش معاكي كم مره شعرنا بالشعور ده ان احنا نصلي الحاجة وخلاص يا رب في مشكله يا رب مش لاقيين وبعد كده بنمشي كان الله مش موجود سليمان لما كان بيتكلم آم آم في اسف في في انجيل لوقا لما الرب يسوع كان بيتكلم والعدد في اصحاح 18 بيقول الكتاب بيحكي لنا عن قصه الرب يسوع كان بيحكي لنا عن قصه واختصرها لكم في كلمات بسيطة جدا بس هي موجودة في لوقا 18 من العدد واحد للسابع كان بيتكلم بيقول أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا أو ليلا وهو متمهل عليهم أقول لكم إنهم ينصفهم سريعا وكان نفس الحاجة في لوقا أصحاح 11 والعدد الثامن بيقول أقول لكم وإن كان لا يقوم ويعطيه لكونه صديقه فإنه من أجل لجاجته لحاحه يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج يعني النهاردة يوم ما بتيجي تطلب حاجة من ربنا عايزك النهاردة عايزك النهاردة تقولي كلام لن أتركك حتى تباركني ما تقدرش ان انت تيجي تصلي صلاة واحدة وتتوقع ان الله ساحر وهيغير كل حاجة في دقيقة الله بالفعل يقدر يغير كل حاجة في دقيقة بس تخيلوا معايا كده تخيل انت كأب أو أم أو ابن أو صديق أو سيامة دورك العائلي موجود تخيل بس النهارده كأنت كأم أو كأب إن ابنك أو بنتك جاي بابي عايز فلوس مامي عايز فلوس ياخدوا الفلوس ويمشوا بعد كده ما بتشوفهمش هل النهارده بالفعل النهارده هنشعر بالضيقة طب ليه ما بيجيش يكلمني؟ ليه ما بتجيش تحضني؟ ليه ما بيجيش يقول لي عامل إيه؟ يومك كان عامل إيه؟ ليه ما بيجيش يقول لي إذا في حاجة أو 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 هكذا إحنا حياتنا بيننا وبين ربنا إنك النهارده ما تقدرش تتوقع إن الله هو بنك، جاي تصلي وخلاص تاخد اللي إنت عايزه، وبعد كده تقفل تقفل خزنة وخلاص وتمشي. في الكاتب المسيحي المشهور رافي زكارايس، توفى من من حوالي شهرين، قال مقولة جميلة جدًا عجبتني، قال أحيانًا لما بندور على ربنا وبنسأل فين ربنا وما بنلاقيش ما بنلاقيش الله، لما بنقعد ندور ندور هنعرف فين ربنا آخر مرة إحنا حطيناه فيها يعني كان عايز يقول بكلام بسيط بيقول لنا أحيانا إحنا بنسيب ربنا في زاوية حياتنا بعيد جدا لما كل حاجة بتكون تمام ربنا بعيد لما بتكون كل حاجة أو بيكون عندنا مشاكل بنبدأ ندور بنقول فين ربنا فبيقول لما ما بتشعرش بوجود ربنا في حياتك دور آخر مرة أنت سبته فيها فين دور اخر مرة انت سبته فيها فين. فعلشان كده من الحاجات المهمة اللي احنا لازم نتعلمها ان احنا لازم تكون عندنا علاقة مستمرة والصلاة موجودة بلجاجة. ان احنا يكون عندنا الحاح في الصلاة وعارفين وواثقين ان الله هيسمع صلواتنا. ومش مهم بس ومش اهم حاجة ان احنا نصلي بلجاجة ولكن نصلي بروح اتضاع والتذلل. روح الاطلاع والتذلل. علشان كده لما ربنا كان بيتكلم مع سليمان الحكيم في في رساله في, في سفر اخبار التانيه واصحاح السابع والعدد 14 قال ربنا لسليمان الحكيم الكلام الثاني قال له فاذا تواضع شعبي الذي دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الرديئه فإني أسمع من السماء وَأَخْفِرْ خطاياهم وأبرئ أرضهم. ده كان كلام الله مع سليمان. قال له إذا تواضع شعبي، يعني ما أقدرش إن أنا أجي النهارده أصلي ربنا والكبرياء مليء في حياتي. ما أقدرش إن أنا أجي أصلي ربنا وأنا بفكر إن أنا أحسن من الآخرين. ما أقدرش أجي النهارده إن أنا أصلي وأنا بقول لأ إن أنا أحسن من فلانة أو أنا أحسن من فلان وأنا عندي كل ما هو أفضل من فلانة أو فلانة الله النهارده عايزنا نيجي بالفعل متواضعين بقلوب بقلوب منكسرة ونقف قدام ربنا نقول له اللهم ارحمني أنا الخاطي نيجي عند رجلين المسيح علشان كده بيكلمه ويقول له إذا تواضع شعبي الذي دعي اسمي عليهم أها. يقول ورجعوا عن طرقهم الرضية فإني أسمع من السماء. يعني النهارده يوم ما نيجي ربنا بتواضع وبكسور وبقلوب منكسرة، الله النهارده بيشوف إن احنا بالفعل في قلب على استحقاق إن هو يدخل لي الله النهارده. لأن المتكبر الله مش هيسمع صلاته. السيد المسيح لما انصلب ما كانش ما كانش بيبص على نفسه بيقول إيه؟, ايه ده انا اله العالم ده انا اقدر اصلي واجيب جيش عارفين قال ايه المسيح على الصليب يا أبتاه اخفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون تواضع المسيح حتى الصليب من اجل خطاياك خطاياك وخطايا العالم وهو دي نفس الحاجه اللي ربنا عايزنا ان احنا النهارده نتعلمها ان احنا لما نيجي الى الله نيجي بالقلوب متضعه نيجي بقلوب مليئه بالسلام وبالمسوح ان احنا ندرك ان احنا كلنا ابناء الله لما كان بيتكلم الله في سفر اشعياء صح 66 هو العدد 2 بيقول والى هذا انظر يعني بيقول لك لده انا هبص الى المسكين والمنصحق ومنصحق الروح والمرتعد من كلامي أراه مرة تانية بيقولوا إلى هذا أنظر يعني ده هو اللي أبص اللي هشوفه أنظر إلى المسكين ومنصحك الروح والمرتعد من كلامي يعني الله النهاردة هيبص للإنسان إيه هو المسكين المنصحك بالروح مش الإنسان المتكبر وهي دي الحاجات النهاردة اللي الكتاب المقدس بيعلمها لنا وهي دي الحاجات النهاردة الكتاب المقدس بيقول هي دي الشروط اللي لازم نحطها في حياتنا عشان ربنا يسمع صلاتك يسمع كل تطلباتك أخويا أختي يعقوب الرسول في الإصحاح الخامس وفي العدد 16 قال طلبة البار تقدر كثيرا في فعلتها الله بالفعل يقدر يعمل حاجات كتيرة جدا لو احنا جينا لله بحياة البر لو احنا جينا لله بحياة الصلاة بحياة التواضع الله يقدر النهاردة يغير حياتنا الله النهاردة يقدر يديني حياة جديدة عايز الله يسمع صلاتك عايز الله يسمع دموعك النهاردة تعالي ربنا تعالي ربنا بقلب ممسوح بقلب منصحك بقلب ضعيف قل له يا رب بالفعل لست مستحقا أن أدعى واحد من أبنائك خلي ربنا النهاردة يخش حياتك حياتك خلي النهاردة ربنا يغير جوهرنا كاملة ونكون واقفين أمامه ونطلب زي ما داوود قال له قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي عايز اخد معاكم دقيقه واحده نطلع صلي فيها صلي في الدقيقه دي ابعتوا طلبة صلواتكم خلونا نصلي من اجلكم بعد دقيقه هنرجع علشان نختم مع بعض في الصلاه الختميه رجعنا مع بعض مرة تانية وأتمنى إن إحنا بالفعل نسمع كلام الله وإن النهاردة نكون سلمنا حياتنا لله وإن إحنا صلينا بقلوب متضعة يمكن لو في أي حاجة من اللي إحنا ذكرناها النهاردة هي إعاقة في قلوبنا صلي النهاردة معايا صلي معايا خلي ربنا يغير حياتنا النهاردة قل له يا رب بالفعل أنا كنت عايش في وقت الجهل خلي ربنا النهاردة يغير حياتك تعال ربنا بقلب ونصحك غمض عينيك خليني أصلي معاك قبل ما ننهي حلقتنا النهاردة ونطلب من ربنا إن هو يسمع صلاتنا ونطلب من ربنا بالفعل إن هو يغير حياتنا غمض عينيك غمض عينيك النهاردة يا رب في أشخاص كتير جدا قلوبها مليانة يمكن بالكره يمكن بالغيرة يمكن بالحسد يا رب في اشخاص دلوقتي بيبكوا بالدموع عايزين حياتهم تتغير بس مش قادرين يغيروها خلينا يا رب نكرر زي ما عبدك ارميا قال توبني يا رب فاتوب ما نقدرش يا رب نتوب بدونك الا لما انت تيجي يا رب وتغير حياتنا ما نقدرش يا رب نيجي تترمي تحت رجليك الا لما انت تيجي يا رب وتقعك وتقع على عنقنا زي ما عملت مع الابن الضال وتدينا يا رب الحلة الجديدة يا رب ما نقدرش نغير حياتنا الا بوجودك في يمكن النهارده اشخاص يا رب بيتالموا من المرض تعبانين في اشخاص يا رب النهارده متالمين في اشخاص يا رب المرض بالفعل خلاهم يشكوا في وجودك في اشخاص يا رب قد اكتفى بيهم الكيل يا رب والصراع والمرض والمشاكل اللي موجوده في حياتهم غير حياتهم يا رب غير حياتنا تعالى يا رب ادخل قلب كل انسان منسحق نرفع صلواتنا نطلب منك يا رب ان حتى في اوقات الضيقة أو الأوقات الصعبة اللي احنا بنمر فيها في عالمنا النهاردة يا رب عايزين نتذكر كلمة واحدة وأخيرة انك أنت متحكم ولك السلطان فوق كل شيء وفي كل شيء شكرا لك أيها الإله العظيم لأنك تسمع صلواتنا دائما وتستجيب في اسم إلهنا وربنا ومخلصنا يسوع المسيح ولك كل المجد والإكرام آمين حباي أترككم في رعاية الله القدير ما تنسوش أنكم تعملوا سبسكرايب للقناة على اليوتيوب أو على الفيسبوك علشان توصلكم كل شعارات الحلقات القادمة رب يكون معاكم ونلقاكم في الأسابيع والأيام القادمة